السلام عليكم. وضعت الحكومة الجزائرية ما لا يقل عن 3 ملايين هكتار في متناول المستثمرين في ميدان الفلاحة، وخاصة في الأراضي الجنوب الجزائري في الهضاب والصحراء. إذا فيه برنامج ونية لتطوير الزراعة على نطاق واسع يعني. وفي هذا الإطار تم اتفاق مع الحكومة الأمريكية يعني أثناء زيارة وزير الجزائر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تم دراسة الموضوع هذا نتاع جلب مستثمرين أمريكان، واللي أبدوا اهتمام كبير يعني الشراكة مع الجزائريين في هذا الميدان. يعني فيه تجارب قديمة تعود إلى عدة سنوات في بريزينا في ولاية البيض، حيث أنه كان فيه مستثمرين أمريكيين قاموا بتجارب واستصلاح أراضي كثيرة. وللعلم أنه يعني الفلاحة في الولايات المتحدة الأمريكية فيه تشابه من حيث التضاريس، من حيث المناخ في الولايات المتحدة الأمريكية فيه تشابه مع المناخ في الجزائر، في الجنوب الجزائري، يعني الشساعة نتاع الأراضي، وكذلك الشبال يعني المناخ الصحراوي، وكذلك الحرارة اللي كاين فيه بعض استصلاحات من نفس النوع قد نستفيد منها بفضل هذه الشراكة الجزائرية الأمريكية في منتاج الفلاحة. أترككم تتابعوا هذا الفيديو. السلام عليكم. دعوة المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين إلى الاستثمار في الميدان الفلاحي هو ما رفع لأجله وزير الخارجية أحمد عطاف خلال زيارته التي قادته إلى واشنطن بتعديد مزايا إقامة مشاريع في الجزائر على غرار وضع 3 ملايين هكتار تحت تصرف هؤلاء. الجزائر تعطي للقطاع الفلاحي أهمية كبيرة بتخصيص 3 ملايين هكتار للمستثمرين الأجانب من أجل الاستثمارات الضخمة والكبيرة، خصوصا الاستثمار في مجال المزارع الحديثة وأنظمة السقي والزراعات الاستراتيجية من أجل تحقيق الأمن الغذائي. Can yield substantial returns and uplift local communities. وبالمقابل رجال الأعمال الأمريكيين على أتم الاستعداد لدخول غمار الاستثمار في الجزائر ووضع تكنولوجيتهم خدمة للاقتصاد الجزائري، على أن يكون مناخ الاستثمار في البلاد أكبر حافز لاستقطاب هؤلاء. L'Afrique, elle est en train d'attirer énormément d'investisseurs. Bon, il y a des pays qui sont déjà bien positionnés, mais je peux vous dire que les Américains maintenant reconsidèrent leur déplacement en vue d'investir. Et là, l'Afrique est ciblée principalement l'Afrique du Nord, en l'occurrence l'Algérie. Le secteur le plus où il a insisté, c'est le secteur de l'agriculture. D'abord, il a annoncé que l'État algérien allait pratiquement étendre jusqu'à 3 millions d'hectares au niveau du Sud pour tout investissement d'envergure, surtout pour les hommes d'affaires américains. Il y a l'investissement مثل هذه الاستثمارات الأجنبية الضخمة هي ما تعول عليه الحكومة الجزائرية لإعمار الجنوب الجزائري فلاحياً وتسخير هذه الخبرات المستوردة في بناء شعب استراتيجية قادرة على تحقيق الأمن الغذائي القومي والحد من الاعتماد على بواخر الموردين.